تنصيب النيابة الخصوصية لبلدية سكرة من ولاية أريانا تطلب الانتظار 9 أشهر. النيابة التي يتم حسب القانون المؤقت للسلطات العمومية اختيار أعضائها من قبل ممثلي الجهة بالمجلس التأسيسي تجاوزت أسباب تأخر تنصيبها الإجراءات القانونية والإدارية. الإجراءات الإدارية ما تنجمش تبرر في أي حال من الأحوال 9 أشهر تأخير. رأيي أنا الخاص وحسب معناها الاستنتاجات انه التوافق في بعض الاحيان التوافق بمعناتها 100% هو اللي يخلي هالتاخير هذا يمكن يحصل، على خاطر يكفي انه نائب مجلس تاسيسي لسبب او لاخر يعبر عن عدم رغبته في امضاء محضر الجلسه بعد انتخاب الرئيس، والا لسبب او لاخر يتعذر عليه امضاء المحضر هذايا باش يقعد الملف كله في انتظار امضاء السيد عضو مجلس تاسيسي. أعضاؤها يمثلون أحزاباً سياسية مختلفة، بعضهم تأخر إعلامه بقبوله في هذه النيابة نظراً للتغييرات العديدة التي طرأت عليها على مدى الشهور الماضية. ترشحي قدمته وقدمت السيفي متاعي، دونك لكن ما علمتش بالقرارات الأخيرة. نتصور أنه وقعت نقاشات ووقعت توافقات في المجلس التأسيسي فيما خصوص تطعيم الفريق الأول. عملية التنصيب هذه جرت في ظل غياب النيابة السابقة باستثناء عضو واحد، ما يطرح تساؤلات حول الاستمرارية بين النيابتين. نيابة خصوصية جديدة نصبت اليوم لمواصلة العمل البلدي بالمدينة، تحديات كثيرة تنتظرها لعل المواطن الأقرب للكشف عنها. سؤالنا توجهنا به بداية لبعض مواطني الجهة الذين حضروا التنصيب، فكانت طلباتهم كالتالي: تهتم بشأن المواطن من معالجة النقاط السوداء، من معالجة الأتربة والفضلات الحظائر البناء، معالجة الحفر الموجودة على الطرقات، التنوير. تدخل معنا برنامج يبدأ واضح أقل ما يمكن معنا إصلاح معنا ما يمكن إصلاحه حكم معنا في وضعية وقتية. احنا تو شنو المواطن شنو اللي يهمه تو؟ يهمه الطريق معناها ينجم يمشي فيه ماهوش مكسر، يهمه الزبله اللي تترفع اليوميه، ويهمه اللمبوب اللي تشعل عليه في الليل. انتقلنا الى احياء المدينه، هناك اكتشفنا واقعا اخر لمواطنين يعانون من مشاكل عده تمس حياتهم اليوميه، فضلات هنا وهناك وطرقات غارقه في الاوحال، اضافه الى غياب التنوير عن احياء باكملها. احنا طالب النيابة الجديدة باش ينظفونا الكياس، نعم يعملونا على الاقل طريق عمومي كياس عمومي، الدنيا ظلمة لهنا حتى الضوء ما ركبولناش الكل، من هنا وانت هابط حتى ايش للحومة اللوطنية حومة الظلام ما فما الضوء، انا عندي داري غادي عندي تو صرف عليها قد ايه صرف عليها فلوس وبنيها وكاري وماني ساكن فيها، على خاطر ما عندناش لا مالها ضوء ولا جانا لا مالها ضوء. البلدية زعما معناها ديما تجي في وقتها وتمشي في وقتها وتناسب، أولا خاطر ياسر برشا وسخ ومن بليس فما مكتب مقابل هنا وفما ليسي، هذا كل ما يأثر حتى جاي سيف تو فما ناموس وكل، زعما مثلا يكسروا مثلا في الأعوان باش يجوا فما معناها باش يجوا يلموا البلدية شو اسمها الوسخ ولا ماش كيفاش، زعما مثلا يتحركوا أكثر. البلدية قايمة بواجبها شوية بركة الحاويات هذوك شوية زوز، معناها في حي كامل تعمل زوز حاويات. يسبوا في وسطهم يفارقوا في وسطهم يا أخي الباقي يبقى في الوطن. ليست منطقة سكرة سوى مثال لمناطق عدة أخرى قد يكون حالها أسوأ، ما يضع النيابات الخصوصية الجديدة والقديمة أمام تحديات جسيمة يأمل الجميع في العمل على تحقيقها خدمة للمواطن. إنس بوسعيدي، قناة المتوسط، تونس.